الضمة. هاي بالنسبة للفعل المضارع، طبعا أنا بعيد بسرعة لأنه أخذناه وراجعناه أكثر من مرة. طيب بالنسبة للفعل الأمر، الفعل الأمر، فعل الأمر هو دائما مبني، طبعا هو بيبنى أكثر من إشي بس إحنا بدنا ناخذ هون إنه مبني على السكون، دائما مبني على، خلينا هو دائما مبني، وهون شو بدنا ناخذه على شو؟ السكون. طبعا هو عنده أكثر من تفصيل، يعني بيبني على شغلات تانية بس مبدئيا على هاي هذا الصف على السكون. يعني مثلا أجي أحكي أدرس الدرس، تمام، بالنسبة لأدرس الدرس هون فعل أمر لأنه لسه ما عمل هذا الإشي، والفعل الأمر حكينا بنعربه فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون. طبعا الجملة الفعلية تكون الفعل، هي شرحنا تفاصيل الفعل. طبعا في عندي بتتكون أيضا من الفاعل، الفاعل هو من قام بالفعل، من قام بالفعل. يعني لما أجي أحكي مثلا حصد الفلاح الحقل، خلينا نركز هون، حصد الفلاح الحقل هاي جملة فعلية، والدليل إنها بتبلش الفعل اللي هو حصد. حصد فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح. طيب مين اللي قام بالفعل؟ مين اللي حصده؟ هو من قام بالفعل، نسأل عنه بمن، ممكن نستخدم نسأل عنه بمن. باجي بحكي من حصد الحقل، بتكون عندي الإجابة مين؟ الفلاح، ومعناته الفلاح شو رح تيجي؟ رح تيجي فاعل. مين اللي قام بالفعل؟ مين اللي حصد؟ اللي هو مين؟ الفلاح، من اسمه فاعل، هو اللي قام بالفعل، والفاعل دائما مرفوع علامة رفعه الضمة، الضمة لهاي المرحلة. حكينا كله لهاي التفاصيل ما بدنا اياها بصف رابع، بدنا بس بصف رابع مطلوب من الطالب انه يعرف فاعل مرفوع وعلامات رفعه الضمة. اذا الفلاح هو اللي قام بالفعل، هو اللي حصد، الفلاح هو اللي قام بالفعل، معناته فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب وبرضه الجملة الفعلية يمكن يكون فيها مفعول به ويمكن ما يجي مفعول به، أهم إشي بالجملة الفعلية يكون عندي فعل وفاعل. طبعا تنسوش إنه الفاعل دائما مرفوع، هون علامة رفعه شو؟ الضمة، دائما مرفوع علامة رفعه الضمة. طبعا الجملة الفعلية أهم إشي إنها بتتكون من فعل ومن فاعل، يمكن يجي مفعول به ويمكن ما يجي عادي. يعني المفعول به هو من وقع عليه الفعل، إذا المفعول به هو من وقع عليه الفعل، إذا المفعول به هو من وقع عليه الفعل، نسأل عنه بماذا؟ نسأل عنه بشو؟ إحنا كنا ناخذ إنه ماذا. طيب لما نيجي نحكي نفس الجملة، حصد الفلاح الحقل، إذا مش كل جملة يمكن يجي مفعول به، يمكن يجي يمكن ما يجي. هاي جملة فعلية تبلش بالفعل هو حصد، حصد الفعل الماضي مبني على الفتح، مين اللي قام بهذا الفعل؟ هو الفلاح، فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب مين اللي وقع عليه هذا الفعل؟ عمين وقع فعل إني حصدت؟ اللي قام بالفعل الفلاح، طب مين وقع عليه فعل إني حصدته؟ أنا شو حصدت؟ ممكن نسأل ماذا حصد الفلاح؟ بتكون الإجابة شو؟ الحقلة. ماذا حصد الفلاح؟ الإجابة الحقلة. أو إيش هو الإشي اللي وقع عليه الفعل؟ زي درس الولد الدرس، شو الإشي اللي درسه؟ إيش الإشي اللي وقع عليه الفعل؟ اللي هو الدرس، معناته الدرس مفعول به، وهون شو رح يجي عندي؟ الحقلة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طبعا المفعول به دائما منصوب، وهون بدنا نحكي وعلامة نصبه الفتحة، دائما منصوب وعلامة نصبه الفتحة. هاي بالنسبة للجملة الفعلية. طيب تاني اشي عندي اللي هي الجملة الاسمية، الجملة الاسمية. طبعا الجملة الاسمية هي اللي بتبلش باسم، تبدأ باسم، هي تبدأ باسم. طبعا الاسم هو بيكون فيها اول كلمة فيها شو رح يكون؟ اسم. مثلا زي اجي احكي الشمس مثلا مشرقة، مشرقة، نلاحظ هون شو أول كلمة؟ الشمس ولا مشرقة؟ لا الشمس أول كلمة هون. طب الشمس اسم ولا فعل؟ اسم، معناتها شو رح تكون؟ جملة اسمية، أول كلمة فيها شو رح تكون؟ اسم، معناتها شو رح تكون هاي عندي؟ جملة اسمية. هي بتتكون من مبتدأ
وبرضه بتتكون عندي من خبر. طبعا الجملة الاسمية هي بتبلش باسم، أول كلمة فيها اسم، هذا الاسم اللي بتبلش فيه أو تبدأ فيه من اسمه شو بسميه؟ مبتدأ، تبدأ فيه أو بتبلش فيه، إذا مبتدأ. والمبتدأ دائما مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مبتدأ مرفوع دائما وعلامة رفعه الضمة. طيب الخبر مش شرط يجي بعد المبتدأ مباشرة، باخذه إنه شو خبرني؟ خبرني إنه هاي شو خبرني عن الشمس؟ خبرني أو شو خبرني عن المبتدأ؟ إنها شمالها مشرقة، معناته رح تكون خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. إذا دائما مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم، مثلا زي حديقة، مثلا حديقة البيت، أو لا خليها مثلا عصير التفاح مثلا لذيذ. طيب هون جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. ليش؟ لأنه أول كلمة اللي هي شو؟ اسم، معناته عصير شو رح تكون؟ أول كلمة أو الاسم اللي بتبلش أو تبدأ فيه الجملة الاسمية شو بسميه؟ مبتدأ، ودائما مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه شو؟ الضمة. طيب شو خبرني عن العصير؟ حكى لي عصير التفاح، انت هون خبرني انه التفاح، لا انا ما فهمت الجملة، دخل فجأة وحكى لي عصير، فهمت؟ لا. طب حكى لي عصير التفاح، طب رح اسأل ماله؟ ما فهمت. شو خبرني عنه؟ لذيذ. لما حكيت كلمة لذيذ خلص انا هون تخبرت، فهمت؟ معناته لذيذ شو رح تكون؟ خبر مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم. تمام. آخر إشي بدي أحكي إنه حروف الجر من إلى عن على في لام كاف الباء دائما بيجي بعدها اسم مجرور، حروف الجر دائما بيجي بعدها اسم مجرور. يعني حكينا مثلا لعب الولد في الشارع، حكينا مش شرط هون لعب جملة فعلية، ومين اللي قام بالفعل؟ الولد هو فاعل. طيب في حرف جر دائما للاسم اللي بعد حروف الجر شو بنسميه؟ اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. إذا هون مش شرط طبعا يجي بكل جملة مفعول به، ودائما بعد حروف الجر من إلى عن على في لام كاف الباء بيجي بعدها اسم مجرور وعلامة جره الكسرة دائما.